هدف من الجماهير العراقيه السعيده الان بهذا الهدف، والعلم العراقي الاحمر والاسود والابيض. الله اكبر، تقدم العراق للعراق، وعلي رحيمه حول في العرضيه السلام. هذا ما يحتاج الى التركيز، يحتاج الى الدقه، يحتاج الى اختصار المسافات لفضل السيد حارس مرمى ليبيا. الان العراق يسجل ثاني اهداف المباراه، الان العراق يسجل ثاني اهداف المباراه، ثاني اهدافه، ولسان الحال يقول الثالث والرابع والخامس. الله يجيبه يا حسين سيد. هذا هو لسان حال الجماهير الحاضره هناك في استاد نادي العربي.